بخير عليكم أزو الفلاون. اليوم حبيت نتكلم معكم في نقطة هذه اللي هي مهمة بالنسبة لي أنا. بعد ما أعلن وتكلم قائد الأركان على تطبيق الدعوة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، كما تعرفوا احنا هذه المادة 102 من الدستور عندنا سنوات وحنا نطالبوا بتطبيقها، لأنه على بالنا باللي الرئيس راهو مريض منذ 2013. كان في البداية كنا نطالبوا بتطبيق المادة 88، وبعد ما تعدل الدستور في 2016 كنا نطالبوا بتطبيق المادة 102، لأنه نعرفوا باللي الرئيس ماهوش هو اللي كان يمارس في الصلاحيات تاعو، ورفضنا أنه جهات غير معلومة هي اللي استولات على صلاحيات الرئيس وتقرر باسمه وتسير في البلاد باسمه بلا ما تقدم أي حساب للمجتمع الجزائري والشعب الجزائري. لكن اليوم أنا نقول باللي النداء اللي قدمه قائد الأركان يقول لازم نطبقوا المادة 102 جاء، وحنا مازال بقالنا شهر من العهدة تاع الرئيس هذه العهدة الرابعة. إذا هذا جاء متأخر. ثانيا قائد الأركان المفروض ما عنده حتى علاقة مع القرار السياسي، لأن القرار السياسي يرجع للسلطة السياسية، واليوم كما تعرفوا من اللي استقالت الحكومة ما عندناش ما كحكومة، راهي بقى من دون الوزير الأول ونائب الوزير الأول اللي تعينوا لحد الآن السلطة ما قدرتش تدير حكومة. هذا دليل على الفشل تاعها. اليوم احنا الشعب خرج بالملايين وقال باللي لازم هذا النظام كامل يرحل بكل وجوهه، اللي راهم هنا عندهم 20 سنة وما عمرهم ما لبوا مطالب الشعب وعمرهم ما اهتموا بواش يحب الشعب، وخلوا الشعب هذا مقهور وكان قمع الحرية تاعو. الشعب الجزائري منذ 22 فبراير اللي فات خرج وقال الكلمة تاعو، بغى تغيير جذري وقطيع مع هذا النظام وبغى يروح إلى بناء دولة القانون والحريات. إذا احنا المطالبة اليوم بتطبيق المادة 102 من الدستور هذه تجاوزتها الأحداث، وهذه بالنسبة لنا تعتبر مراوغة مرة أخرى باش نخليو نفس النظام ويجيبونا رئيس مجلس الأمة يبقى هو رئيس وهو اللي راح يشرف مع الحكومة اللي معاه على الانتخابات الرئاسية، وراح يجيبونا المرشح تاعهم وراح نبقى مع نفس السيستم. وعلى هذا احنا كيفاش نجاوبوا على قائد الأركان في هذا الدعوة تاعو؟ نقولوا له نهار الجمعة بإذن الله الشعب الجزائري مش لازم نخرجوا 20 مليون، لازم نخرجوا 30 مليون، باش نقولوا لهم احنا راكم ما احترمتوش الإرادة تاع الشعب، ودونك رانا خارجين باش نقول لكم بطريقة سلمية وحضارية، وما نخليوش الناس هذوك اللي يجيبوا لنا الزمر والطبلة وهذا باش يغطيو على الشعار السياسي تاعنا والمطالب السياسية. نديروها خرجة بالملايين، 30 مليون نخرجوا ولا 40 مليون نخرجوا للشارع غير اللي بيبي اللي ما يخرجوش، ولا حبيتوا نجيبوا حتى الحيوانات اللي عندنا نجيبوا القطوط نجيبوا هما ثاني يخرجوا معانا، باش نقولوا باللي احنا المطالب تاعنا تاع الشعب راهو بغى قطيعه نهائيه وما يحبش المرحله الانتقاليه هذه يسيرها النظام. بغينا وجوه جديده هي اللي تسير المرحله الانتقاليه واللي تعطي الامل لهذا الشعب اللي خرج، والشعب ماهوش راجع راهو مصر باللي ما يحبش حتى نروح هذا النظام. يعطيكم الصحه واللقاء تاعنا نهار الجمعه، بقوا على خير.